بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف وفقه الله تعالى: مذهب أهل السنة وسط بين الوعيدية والمرجئة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: مذهب أهل السنة وسط بين الوعيدية والمرجئة. عرفنا أن أهل السنة والجماعة وسط بين جميع الطوائف الضالة. طوائف البدعية الضلال كثيرة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأهل السنة والجماعة هم الوسط بين المذاهب المختلفة. ما من مذهب إلا وتجد فيه قولان طرفان ووسط الثالث. قولان طرفان، طرف يغلو غلوا شديدا، وطرف يتساهل تساهلا شديدا. وأهل السنة والجماعة وسط بين المذهبين. فقال هنا رحمه الله: مذهب أهل السنة وسط بين الوعيدية والمرجئة. الوعيدية من هم يا ترى؟ هم الخوارج. الوعيدية الخوارج الذين يتوعدون بالنار، يتوعدون كل أحد إذا أخطأ أو زلة بسيطة أو كذب أو عمل سوءا بسيطا، وقد لا يكون سوء لكنه في نظرهم أنه سوء، قالوا هذا خالد مخلد في النار والعياذ بالله. إذن أين مغفرة الله؟ أين رحمة الله؟ أين عفو الله؟ لا، قالوا ما في هذا، هذا إلى النار. والمرجئة بعكسهم. المرجئة يقول: اعمل ما شئت، المهم أن تعترف أن الله جل وعلا موجود وافعل ما شئت. هذا التوحيد. التوحيد أن تعرف أن الله موجود، خلاص. إذا اعترفت بالله إذن اسرق، اشرب الخمر، افعل ما شئت، أنت من أهل الجنة، أعوذ بالله. رأيكم أي الفريقين أصوب؟ كلهم بعيدان عن الصواب. فريق بعيد توعد والعياذ بالله. إذا كذب الواحد كذبة بسيطة قالوا هذا خالد مخلد في النار، لا تصلي ولا تصوم، كل واحد. إذا أخطأ في نظرهم ولو لم يكن الخطأ صحيح، لكن في نظرهم هم يقولون هذا خالد مخلد في النار. هؤلاء الوعيدية الذين يتوعدون على الذنب وإن كان يسيرا بسيطا. المرجئة الذين يغلب عليهم الرجع، كل شيء يرجون رحمة الله. رحمة الله جل وعلا قريب من المحسنين، ليست كل أحد. يقول للمسلم: ما دمت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإيمانك وإيمان جبريل ومحمد سواء سواء، ولو زنيت ولو سرقت ولو شربت الخمر ولو أكلت ما أكلت، كل واحد ما يضيره، الرجاء موجود.
وكلاهما ضالان. المذهبان مذهب ضلال وخطأ، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطرفين، وسط بين الوعيدية والمرجئة. الوعيدية يقولون لا هو في النار خالد مخلد في النار، نقول لا يا لا ليس خالدا مخلدا في النار. أين عفو الله؟ أين رحمة الله؟ أين جود الله؟ أين كرم الله؟ الله جل وعلا كريم، يحب من عباده أن يستغفروه ليغفر لهم. ما هي فائدة الاستغفار إذن؟ أما المرجئة فيقولون يرجى له المغفرة والرحمة وهي محققة في جانبهم، محققة الرحمة لهذا، وإن كان يزني ويسرق ويشرب الخمر هذا مرحوم ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نقول لا، هذا عليه خطر، ما نؤيسه ونقنطه من رحمة الله، لا، ولا نقول له أنت وتقي الدين سوا سوا أو المسلم سوا سوا، لا يا أخي أنت عليك خطر، صحح وضعك، تب إلى الله جل وعلا من المحرمات واستغفره فإنه غفور رحيم. أين رحمة الله؟ نقول رحمة الله قريب من المحسنين، أنت أحسن وتكون من أهل الرحمة بإذن الله، لكن إذا أسأت فالخطر عليك. ولا نقول إن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار، لا، أمام عفو الله جل وعلا وهو داخل تحت المشيئة. شو معنى داخل تحت المشيئة؟ يعني ممكن أن يشاء الله جل وعلا المغفرة له فيغفر له، ممكن أن لا يشاء المغفرة له فلا يغفر له ذنبه، يدخل في النار، لكن إذا دخل النار يخلد فيها؟ لا، ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا يخلد في النار. واضح الفرق بين الفئتين؟ على طرفي نقيض، وعلى السنة وسط بينهما. صاحب الكبيرة لا يقنطونه من رحمة الله، والواقع في الإثم والعدوان ما يأمن على نفسه العذاب والألم والشدة. ومن دخل النار يوشك أن يخرج منها، لكن متى؟ قد يكون بعد مئات السنين، بعد آلاف السنين، بعد كذا بعد كذا، فترة طويلة حسب جرمه. أما الذي لا يدخل الجنة أبدا فهو الكافر المحكوم بكفره. أما ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو يرجى له الرحمة ويخاف عليه من العذاب. مذهب أهل السنة وسط بين الوعيدية والمرجئة. الوعيدية يقولون هذا متوعد بالنار ولا يسلم منها أبدا، المرجئة يقول هذا لا خوف عليه ولا هو يحزن، هذا مطمئن، هذا من أهل الجنة، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. وكلا المذهبين مذهب ضلال وافتراء. فعلى السنة وسط بين المذاهب المختلفة، في كل فئة تجدها مذهبان وطرفان، ووسط وهم أهل السنة. في مجال الأسماء والصفات للباري جل وعلا، الأسماء والصفات للباري سبحانه وتعالى، الناس فيها ثلاث طوائف، طائفة تثبت إثباتا يصل بهم إلى حد التمثيل والتشبيه، يقول مثل كذا، طائفة تعطل تعطيلا يتزعم أنه تنزيه وليس تنزيه وإنما هو تعطيل للأسماء والصفات. أهل السنة والجماعة وسط بين التعطيل وبين التمثيل،
لا يشبهون الله بخلقه ولا يعطلونه من صفاته. فهكذا أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم، إنهم وسط بين المذاهب الضالة، بين المذاهب المتعددة، وهي أكثر من 73، لكنها متداخلة، بعضها يدخل في بعض، بعضها يكون منزلة الأم لهذه المذاهب، يجمع عدد من فرق الضلال والعياذ بالله. وقوله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. قوله الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، سبيل الحق. الأمن والإياس طرفي نقيض بعد كذلك مثلها، مثل ما سبق. هذا آمن يقول أنا أبد، أنا من أهل الجنة، أنا أستحق المنزلة العالية والرفيعة في الجنة، أنا كذا أنا كذا، آمن بمكر الله. يقول يا أخي اتق الله، إبليس عليه لعنة الله أخرج من الجنة ومقت بذنب واحد، أبى أن يسجد لآدم فأغضب الله عليه وأخرجه من الجنة. فأنت لا يليق بك أن تأمن بمكر الله. الآخر قانط من رحمة الله، يقول والله لا يغفر الله لي، أنا مسرف على ذنبي، أنا مذنب، أنا زنيت وأنا سرقت وأنا كذا وأنا كذا، والله لا يغفر لي، ما هو غافر لي ربي جل وعلا. يقول يا أخي لا تأمن، لا تخاف، أنت كن مطمئن واجتهد في العمل الصالح وابتعد عن العمل السيء، وثق بأن الله جل وعلا جواد كريم، لأن مصداق ذلك في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه بشارة، يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. ويقول جل وعلا قل يا محمد لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم بماذا؟ بالصلاة والزكاة والصيام والحج؟ لا، أسرفوا على أنفسهم بفعل المعاصي. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وعلى المؤمن أن يجعل الخوف من عقاب الله والرجاء لرحمة الله له بمثابة الطائر، يجعلهما كالجناحين، لا يغلب واحد على الآخر، لأن غلب واحد الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن سقط، ما يطير الطائر إلا إذا استوى الجناحان. فيجعل الأمن والخوف بمثابة جناحي الطائر، لا يغلب جانبا منهما، كلاهما سواء عنده. إلا أن بعض العلماء رحمهم الله توسط فقال ينبغي للمسلم أن يكون بين الخوف والرجاء، لكن إذا كان في حال الصحة يغلب الخوف من أجل ألا ينهمك في المعاصي ويقضع فيها، وإذا كان في حال المرض فيغلب جانب الرجاء لأنه يرجو رحمة الله، يخشى إذا أيس من رحمة الله حال مرضه أن الله يحرمه من الرحمة، فيكون الخوف والرجاء عنده بمنزلة واحدة، إلا أنه يغلب جانب على في وقت دون وقت، يغلب جانب الخوف إذا كان صحيحا يستطيع العمل، يغلب جانب الرجاء إذا كان ضعيفا ما يستطيع العمل، يرجو رحمة الله. ينقلان عن ملة الإسلام
ما يقنط من رحمة ربه إلا الكافرون. الكافر يقانط من رحمة الله, والمسلم ما دام مسلم يشهد أن لا إله إلا الله فهو ما ييأس من الرحمة. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الأمن والقنوط كلاهما ضدان, ما يصلح له المسلم أن يعتنقهما, وإنما يأخذ من هذا بطرف وهذا بطرف, يأخذ من الأمن شيء علشان ما يقنط, ويأخذ من القنوط شيء علشان ما يرجو الرحمة ولا يعمل الصالحات. الأمن ضد الخوف, والمراد الأمن من عذاب الله ومكره, كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون, أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله, فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا هو الأمن من مكر الله, يعني مطمئن يكون من أهل الجنة. أنا من أهل الجنة يقول مطمئن, لأن يشهد أن لا إله إلا الله. أنا أقول لأخي لا تأمن, لا تأمن مكر الله, خف من ربك, اترك المعاصي, ابتعد عنها, اجتنبها, تهلكك المعاصي, توديك للنار والعياذ بالله. هذا الأمن من مكر الله, والخوف من عذاب الله يقنط من الرحمة أبدا. يقول أنه والله لا يرحمني ربي, أنا ما أنا مرحوم, أنا كذا أنا كذا, مثل ما يقول بعض الناس أنا مبتلى وأنا مالي نصيب من رحمة الله. نقول لا يا أخي, أرجى رحمة الله حتى وإن أتاك الألم والعذاب والتعب في الدنيا, فقد يكون الله جل وعلا أراد لك خيرا من وراء هذا, يكفر عنك سيئاتك ويغفر لك ذنوبك بهذه الأعمال التي تصيبك. عجبا لأمر المؤمن, إن أمره كله له خير, إن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له, وإن أصابته سرا فشكر كان خيرا له, وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمبتلى في الدنيا نرجيه ونقول أرجو رحمة الله, لا تخاف, هذا خير لك, التعب في الدنيا خير لك. والآمن من مكر الله نخوفه. فأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. نعم. والأمن من عذاب الله يتضمن التكذيب بوعيد الله, وهو مقتضى قول غلاة المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب. الأمن من عذاب الله يتضمن التكذيب بوعيد الله. مثلا الرجل يقول أبد أنا من أهل الجنة, أنا مطمئن إني من أهل الجنة, يقول عن نفسه مثلا, يقول إيش اللي يطمئنك؟ يقول مطمئن. طيب ما توعد الله بالنار أحد؟ قال لست منهم. يقول لا, أنت يمكنك أولهم, أبطل نفسك وراك ولست منهم, جاءك براءة, اتق الله في نفسك وابتعد عن المعاصي ولا تكن منهم. أما إذا استمررت بمعصيتك فالخوف عليك يا أخي. لا تكذب بوعيد الله وأن ترجو رحمة الله وخف من عذاب الله جل وعلا. يدعون ربهم خوفا وطمعا, خوفا من عذابه وطمعا في جنته. الخوف والطمع إذا اجتمعا نفعا العبد, وصف الله جل وعلا بهما الأخيار من هذه الأمة ومن الأمم السابقة. يدعون ربهم خوفا وطمعا, خوفا من عذاب الله وطمعا في رحمته. والإنسان إذا كذب قال ما في وعيد, يكون كذب بوعيد الله, كذب بعذاب الله, يكذب بعذاب القبر, يكذب بعذاب النار. والتكذيب لا يجوز للمسلم, بل يصدق
ويرجو الله ألا يكون من أهل هذا العذاب ولا يكون من أهل هذا الوعيد، يسأل الله العفو والعافية والأمن من عذابه، والأمن من عذاب الله. والأمن من عذاب الله يتضمن التكذيب بوعيد الله، وهو مقتضى قول غلاة المرجئة لا يضر مع الإيمان. غلاة المرجئة، المرجئة أنواع، فهم الغلاة المتشددون في هذا والمتعمقون في هذا، يقول هذا إيمانه مثل إيمان جبريل مثل إيمان محمد صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين العاصي من هذه الأمة وإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، مثله سوا سوا، ولا يا أخي شتان بينهما. هل تقنطون تقول هذا من أهل النار؟ نقول لا، نبرأ إلى الله، لا نقول إنه من أهل النار ولا من أهل الجنة، وإنما نخاف عليه النار ونرجو له الجنة. والله جل وعلا إن أنعم عليه وتفضل أكرمه وحرمه النار، حرم عليه النار، وإن شاء جل وعلا عذبه بالنار عن أعماله السيئة. نعم. نعم. لا يضر، وهو مقتضى قول غلاة المرجئة، لا يضر مع الإيمان ذنب. وإذا كنت مؤمن افعل ما شئت، المهم أن يكون عندك شيء من الإيمان. إذا صار عندك من الإيمان، فإن سرقت أو زنيت أو شربت الخمر أو استغلت بالربا أو أكلت الحلال والحرام وهكذا، ما يضيرك. هذا غلاة المرجئة، غلاتهم المتشددون فيهم، المتعمقون في الإرجاء. نعم. وهذا إذا كان عن اعتقاد أنه في مأمن من عذاب الله، لا إن كان ناتجا عن غفلة كحال كثير من الناس، إذ لو كان يخاف من العذاب ويستحضره لأوجب ذلك خوفه من الله وإقباله عليه وقيامه بالواجبات واجتنابه للمحرمات، فهذا ليس من الأمن الذي جاء في شأنه الوعيد. وهذا إذا كان عن اعتقاد أنه في أمن من عذاب الله، يقول والله لا يعذبني الله، أنا آمن بأن الله لا يعذبني، العذاب لغيري. نقول لا يا أخي، العذاب لكل من عصى الله جل وعلا، فأنت على خطر عظيم إذا أمنت من مكر الله. نعم. وضد الأمن من عذاب الله وبأسه ومكره اليأس من رحمة الله، والإياس هو اليأس، وهو ضد الرجاء، وقد قال سبحانه وتعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقريب من معنى اليأس القنوط، وهو أشد اليأس، كما قال تعالى عن إبراهيم أنه قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القانط من رحمة الله قانط، العايس من رحمة الله ضال. رحمة الله جل وعلا يعطيها مستحقها، وهو جل وعلا يرحم من شاء من عباده ويعذب من شاء من عباده. لو التصرف الكامل والقول الحق، أن نقول إن ما كان دون الكفر فإن الله إن شاء غفره وإن شاء لك صاحبه، وأما ما كان كفرا ضلالا شركا كفرا محتا، فهذا أخبر جل وعلا في محكم كتابه أن الله لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يعمل الاثنان معصية واحدة، واحد يغفر الله له لأن له حسنات وله أعمال أخرى جليلة ينتبع بها المسلمون فيغفر الله له ذنب هذا، وآخر قد يكون أعماله الحسنة قليلة جدا فهو مسرف على نفسه فيعذبه الله جل وعلا لهذا الذنب، فهو جل وعلا له المشيئة الكاملة، له الإرادة الكاملة، من أراد أن يعذبه عذبه، من أراد أن يرحمه رحمه،
فلو عذب جل وعلا جميع عباده لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع وأطيب لهم من عذابه. نعم. وضد الأمن من عذاب الله، وضد الأمن من عذاب الله وبأسه ومكره. اليأس من رحمة الله، والإياس هو اليأس وهو ضد الرجاء، وقد قال سبحانه وتعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقريب من معنى اليأس والقنوط، وهو أشد اليأس، كما قال تعالى عن إبراهيم أنه قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والقنوط واليأس يتضمن إنكار التوبة، وأن الله لا يتوب على من تاب، وفي هذا تكذيب لخبر الله أنه يتوب على التائبين، قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. وهذا هو مقتضى مذهب الخوارج، فإن مذهبهم يتضمن أن مرتكب الكبيرة يخرج عن الإسلام وإن مات على ذلك من غير توبة، فهو مخلد في النار كسائر الكفار، وهذا تقنيط للعصاة من رحمة الله. ولهذا قال الطحاوي: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. ومقتضى هذا أنهما ردة عن الإسلام، ولا شك في كفر من قال أن الله لا يتوب على من تاب لمخالفة وتكذيب خبر الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث أن الرجل من بني إسرائيل قد يرى صاحبه على المعصية فيقول: يا هذا اتق الله وذر ما كنت تصنع، اتق الله. قال: دعني وربي، هل بعدت علي رقيبا؟ هل كنت علي شهيدا؟ ما عليك مني، أعمل ما شئت. فمر به في اليوم الثاني ووجده على نفس العمل السيء، فقال له: يا عبد الله اتق الله ودع ما كنت تصنع، إنه لا يحل لك، وزجره. فانتعذر ذاك وقال: أنا دعني وربي. فقال: والله لا يغفر الله لك، أقسم بالله جل وعلا أن الله لا يغفر له. فقبضهما جل وعلا وسألهما، فقال: من ذا الذي يتآلى علي ألا يغفر لفلان؟ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك أنت الذي تقول والله لا يغفر الله لفلان، لأنه يأس هذا الرجل من رحمة الله، والرجل يقول: دعني وربي، ربي يفعل بما شئت. فلا يجوز للمسلم أن ييأس من رحمة الله، ولا يقنط أحدا من رحمة الله، فالله جل وعلا يرحم من شاء من عباده ويعذب من شاء من عباده. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته: والله لا يغفر الله لفلان. وشاء أنت مراقب على الله جل وعلا أو تأمر ربك ألا يغفر لفلان؟ تشدد في الوعيد. الله جل وعلا له حق المغفرة لمن شاء والعقوبة لمن شاء، فقد يعاقب العاصي لحكمة، وقد يغفر للعاصي لحكمة جل وعلا، فهو الحكيم الخبير، يحكم بعباده بما يشاء ويريد سبحانه وتعالى. نعم. ويلاحظ أن الأمن غلو في الرجاء، والإياس غلو في الخوف، فالغلو في الخوف ينتهي إلى اليأس والتيئيس والتقنيط من رحمة الله، والغلو في الرجاء يفضي إلى الأمن من عذاب الله. ولكن إذا كان هذا اليأس عارضا للإنسان ليس عن اعتقاد، بل استعظم ذنبه وخاف منه، وبلغ به الأمر أنه ظن بجهله أن لا يغفر له، فهذا قد يعذر بأنه يسيء الظن بنفسه وأن الله لا يغفر له لسوء عمله، مثل الذي أمر أولاده أن يحرقوه إذا مات لشدة خوفه من عذاب الله. الذي أمر أولاده أن يحرقوه خوفا من عذاب الله، يسرف على نفسه بالمعاصي،
فلما حضرته الوفاة قال والله إن قدر الله علي لا يعذبني عذابا ما عذب أحدا قبلي أبدا، أنا مسرف على نفسي، أنا جاني على نفسي. فقبض الله روحه ومات وجمعه، وقال لما عذبه ولما ذراه أولاده في البر والبحر قال اقسموا رمادي بين البر والبحر، اقذفوا بعضي بالبر وبعضي بالبحر وبعضي بالبراء هكذا، علشان إن الله ما يقدر على جمعي، يقول يظن هذا. فقال الله جل وعلا للبر اجمع ما عندك وللبحر ما اجمع ما عندك، فجمعهما جل وعلا، وإذا هو هاتف بين يدي الله. الرجل الذي ذرعه أولاده في الهوى وفي البر والبحر إذا هو واقع بين يدي الله، قال الله جل وعلا ما حملك على هذا؟ قال يا ربي الخوف منك، الخوف منك، ما حملني على هذا إلا الخوف منك. قال غفرت لك بخوفك مني جل وعلا، وذلك أن الله جواد كريم يحب من عباده أن يرجوه ويخافوا منه ويسألوه المغفرة. هذا مؤمن، مؤمن بخوف وعيد الله، وإن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما يعذب أحد. فقدر الله جل وعلا عليه ولم يعذبه، بل رحمه بذلك، بهذا الخوف من الله رحمه. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا جميعا من أهل السنة والجماعة الذين يتبعون الكتاب والسنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقرآن؟ الإيمان بالقرآن كما قرر أهل السنة والجماعة أنفسهم إنه الإيمان قول وعمل واعتقاد، والقرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله تكلم الله جل وعلا به، منه بدأ وإليه يعود. ولا يجوز لنا أن نقول كما تقول بعض الطوائف الضالة القرآن عبارة عن كلام الله، أو أنه ما في ذات الله من الإرادة ترجمه محمد صلى الله عليه وسلم. لا، القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. يقول السائل: ما رأيكم من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها؟ هذه يا أخي أدلة أهل السنة والجماعة يردون بها على الإرجاء، وأدلة الأرجاء يأخذها أهل السنة يردون بها على الوعيدية، على المتوعدين. من جاء بالسيئة وكبت وجوههم في النار، السيئة ما هي؟ الزنا، السرقة؟ لا يا أخي، السيئة هنا هي الشرك بالله، أعظم السيئات الكفر، الكفر بالله. من جاء بالكفر فهو مكبوب في النار، لن يدخل الجنة، الذين حرم الله عليهم الجنة. وقد تطلق السيئة على المعصية، فيقول يكون الجواب أن الله يقول إن من استحق، أن من جاء بالسيئة يكب وجهه في النار إذا لم يعفو الله عنه، أما إذا عفى الله عنه فالله جل وعلا عفو كريم رحيم بعباده. كما تقدم لنا أكثر من مرة الرجل الذي قتل 100 نفس، أولا قتل 99 نفس، فمن الله عليه بالرغبة في التوبة فتاب، فجاء يسأل أحد
العباد جاهل عابد، العابد يكون جاهل أحيانا ما يأخذ العبادة على أصلها. فقال إنه قتل 99 شخصا فهل له من توبة؟ فقال ذاك الرجل لا أعوذ بالله، تقتل 99 وتتوب؟ ما لك توبة. فأغلق باب الرحمة دونه فاخترط سيفه وقتله. كملوا كم؟ كملوا 100 صاروا. دل على العالم الرباني الذي يعرف. فذهب إليه فقال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح. ذاك يعتبر قتل نفسه اللي صك على نفسه باب الرحمة، صك على الرجل باب الرحمة، جاي بيدخل باب رحمة الله فصك الباب دونه فقتل نفسه والعياذ بالله. أما هذا لا، هذا عالم. قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ الله جل وعلا يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في الله، كما في سورة الزمر، سورة الزمر. فعلينا أيها الأخوة أن نفرق بين هذا وهذا، لا ننهمك مع المرجئة ولا ننهمك مع المعويدية، وإنما نميز بينهما وهما على طرفي نقيض، كلهم موقوتون، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. واستحلال الكبيرة من كبائر الذنوب استحلالها كفر، يكون كافر إذا استحلها. فرق بين من يعمل الزنا، واحد يعمل زنا يستخفي من الناس يخاف ويستحي من الله ويجحد روحه وكذا وكذا، هذا خايف ما استحل الزنا. واحد يقول ما فرق بين الزنا والنكاح، هذه امرأة أعطيتها أنا كروتها واستعملتها، استعملتها بكروتها ما استعملتها ببلاش. الزنا ما في شيء، وهذا كفر والعياذ بالله، لأنه استحل ما أجمع على تحريمه من الدين بالضرورة، والآخر رأى أن الزنا حرام ووقع فيه ويرى أنه حرام فهو ظالم لنفسه. وكذلك يستحل المرء قتل النفس بغير حق فهو كافر والعياذ بالله، وإذا لم يستحله فهو عاصي. وفرق بين العاصي وصاحب الكبيرة والكافر. يقول السائل: امرأة عملت عملية ربط بعد أن رزقت بسبعة أولاد، فهل عليها شيء من كفارة أو غيره؟ ما ينبغي لها هذا أن تعمل عملية الربط، لأنها ما تدري عن أولادها، ولا قد يموتون، قد كذا قد كذا، تحتاج إلى ولد. إلا إن كان هذا الربط متى ما احتاجت إلى الحمل يحل فلا بأس عليها إن شاء الله. فرق بين أن يكون الربط هذا ربط ثابت دائم ما ينحل أبد، هذا ما يجوز للمرأة أن تربط نفسها وتحرم نفسها من الأولاد. وأما إذا كان حلا هذا مؤقت، تقول الآن أولادها كثير وأشغلوها وأتعبوها، أولادها كذا أولادها كذا، أولادها مرضى وتحب أن تعالجهم ونحو ذلك، فتربط وقتا دون وقت فلا بأس عليها إن شاء الله. يقول السائل: اتصل بي جاري وقال بأنه سوف يضع زكاته، أي زكاة الفطر، عند جاري حتى أعود للرياض وأستلمها منه، فهل هذا يعتبر إخراج الزكاة أم لا؟ يحسن بك أخي أن تكلم أنت هذا الجار وتقول اقبض زكاة فطر جارك لي حتى أعود، يكون وكيلك أنت. أما هو فلا يسوق له في نظري أن يوكل عليك، لأنك أنت توكل على نفسك.
أن تأمر من شئت، تقول له أعطها فلان، أعطها جاري أنا، أعطها أخي، أعطها ولدي يأتيك ونحو ذلك، هذا أحسن. يقول السائل: ما العلة من إخراج زكاة الفطر؟ زكاة الفطر كما بينها صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من الرفث، طهرة للصائم. الصائم يتكلم بكلام سيء لا يليق، يشتم، يسب، يا كذا كذا، يحصل منه شيء، فهذه تطهره بإذن الله. يقول السائل: هل الإمام مالك رحمه الله يرى بجواز العمرة من مسجد التنعيم؟ لما يا أخي تسأل عن مالك رحمه الله؟ مالك إمام دار الهجرة وليس بمعصوم، قد يكره شيء يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعلم عما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، فما يسأل جود لنا أن نقتدي بالرجال مطلقا إلا من وثقنا فيه ثقة كاملة، والإمام مالك محل الثقة. ونعم الإمام مالك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالاقتداء. لا نسأل عن عمل مالك، إنما نسأل عن إجازة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أم المؤمنين عائشة لتحرم من هناك، فلا مجال ولا شك في الاعتمار بالتنعيم. لكن المكروه عند بعض العلماء رحمهم الله تكرار العمرة، أن تكرر العمرة من التنعيم، هذا الذي لم يرد. وأما أصل العمرة من التنعيم هذا لا إشكال فيه ولا يجوز لنا أن نتشكك فيه أبدا، وإنما نكره ما يفعله بعض الناس. يقول لبعض الإخوة: أنا اعتمرت في رمضان 60 عمرة. وين جمعت 60 عمرة؟ قال: 60 عمرة، 30 بالليل و30 بالنهار، ما صليت ولا صمت ولا شيء. قال: لا، أصلي وأصوم بعد. 60 عمرة، 60 بالليل و30 بالليل و30 بالنهار، هذا بدعة يا أخي، ما يجوز. هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها الصحابة رضي الله عنهم؟ هم قدوتك، من تقتدي وأنت بهذا؟ يعني العمرة 60 هذه كلها لك، ولا توزعها على أهلك وجيرانك وأخوانك والمسلمين عموما؟ هذا ما يليق يا أخي، افعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أقره أو أجازه، واحذر البدعة والمخالفة. يقول السائل: شخص أحرم ثم خلع ملابس إحرامه قبل أداء العمرة جاهلا، فهل عليه كفارة؟ عليه أن يستعيد ملابس الإحرام وهو على إحرامه، ما يخرج من الإحرام بمجرد قول خرجت من إحرامي، يستمر على إحرامه. فإن كان فعل محظورا يحتاج إلى كفارة فعليه كفارة ذلك، وإن كان مجرد لبس المخيط أو خلع ملابس الإحرام فلا يضيره ذلك. يقول السائل: هل الأشعرية من أهل السنة؟ أخي، الطائفة ما يقال عنهم إنهم كلهم من أهل الإسلام أو خارج عن الإسلام أو مبتدع كلهم، لا يا أخي، إنما ينظر لعمل هذا الرجل، انظر لعمل هذا الرجل، إن كان عمله حسن فهو طيب وإن كان أشعري، وإن كان عمله سيء وعقيدته فاسدة فهو فاسد وإن كان يتردد إلى المسجد. ولا يجوز لك أن تقول إن هذا أشعري فهو حرام عليهم صاحبته ولا آلفه، ولا يجوز لك أن تقول هذا أشعري أخي ونسيبي وقريبي وحبيبي، لا يا أخي، انظر إلى عمل الرجل، إن كان طيب فهو من الطيبين، وإن كان خبيث فهو من الخبثاء. أنا أعرف ناس أشاعرة يقولون مشاعرة أو مرجئة أو جهمية أو كذا أو كذا، وهم على مذهب أهل السنة والجماعة، ما يخالفونه في شيء. فيجوز للمرء أن يكون كذا لجهله، جاهل هو ما يدري، لكنه يؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لنا أن نكفر أو نتهجم على الشخص لكونه كذا
أو لكون زملاء كل مشاعر أو لكون كذا وكذا إلى آخره، وإنما ننظر في عمله. كان معنا شخص ألفنا فألفناه وقلنا لا لا تكون من هذه الفئة الطائفة الضالة، قال لا أنا من الناس اللي يقولون كذا. طيب الناس اللي يقولون كذا هذا ولا مذهب على السنة والجماعة، قلنا زين خلاص. يقول السائل هل للعمرة طواف وداع؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول طواف الوداع واجب في الحج وواجب في العمرة، وبعضهم يقول لا طواف الوداع واجب في الحج دون العمرة، فالعمرة لا يجب فيها طواف وداع. ولما؟ قال لأن المعتمر يطوف للوداع يطوف للقدوم والعمرة ويبقى في مكة ما يخرج، فما يحتاج إلى طواف وداع، بخلاف الحاج فإنه يطوف للقدوم أو للعمرة أولا ثم الحج ثم يخرج إلى منى ومن منى إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى ومن منى إلى مكة ثم يعود إلى منى وهكذا. فهذا الذي يحتاج إلى وداع هو صاحب الحج الحاج، وأما المعتمر فلا يجوز. والكل مجتهد رحمهم الله، وأرى أن طواف الوداع حسن للمعتمر لا يتركه إلا لضرورة. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.